ما مرضى تخرج. ابيان. بحب اشتغل حلو ما كلينيك والله ما احب. حلو تلعب باسكو طلعوا. أو انت حطيت لك مغرفة بدك تبدا تتعذب. بالفرشة تتسعج بيها وما تلفتش لاصوص كنت مرض فيها. نعم انا سخونه انا تنحبها سخونه الله الله هاي الملح سيسا لا لا ايه قالت لك معجن وحده قالت لك معجن يا اختي معجن ولا معجن هذا معجن ها ها جوبي شوفي ها هذا معجن قسم من بلاغه روعة تخلط الله يدخل فيك لا الله يا اختي هباك كليت وحن زين وش رايكم حيت ما ضربت شي زماتي انا فيلي بصح ما كانش لازم على بالك هذاك بلي طيبتي اخا انا قلت لك الديره تيمو بشي بروفيتي ديتو ايه بصح ماشي باش تاكل معاه يا اخا ماما هلاو هلاو بيبي بيشا هلاو بيبي بيشا دادي تاكي تو ماكدونالدز يس يو لايك ماكدونالدز نمشي جو جو ساي هاي ساي كوكو ليفي كوكو ليفي جيب كاسك خليه ديلو في هذا معليش اروح مش قادرة نموت حق الله مرسي كل يا كل بصحتك كل يدوني تو اسك تو طعم انا كان شخصي شطره قول لها مون انجلي يحبوا يتعلموا الانجليزيه انا دقت في لاماسيدوان القرنون كل مليح ليك هادو كاع لا دقت كريتو وليت تاكل زبده زبده يذوب يذوب ما شاء الله ما شاء الله كل كل بصحتك نعتي لنا السلطه هاي لك اختي نعاد لك عمر الشح درت بحاله قلبتها اليوم معاهم هاي السلطه حنون هادي لولوتك تجي تعفي تكذب وعشاها هاي السلطة هادي السلطة لازم تاكلها هادي جلجير عمرتها لك بالثوم صحة فازو واش راك مرزاق وليد الحلال داك الازرق خص مروحو وليد الحلال كل كل مليح ليا رحمة تقدر تاكل البلون انت كويس مهرسل البلون لا غوسيت تم في اليوتيوب حنونتي شوف هادي رامي تاع رامي تشوفوا كيفاش يحسيه رامي ما عندوش كاع ما الشاريه في هاد الماء الخبابز معمر بحبه الحلاوه يا اختي ها الخبز تاعي كاين المطلوع برك شد لي شويه هنا كي حطيته في الالومنيوم صحه هلا اختي هذا الماكسيموم اللي نعرف نديرو هكذا يا اختي ودي فاي يخرج خطر خير بالك يخرج قل خلك كل مره كيفاش اختي هذا هو المطلوب المهم يا اختي درناه ما نقعدوش نتشهاو
رانا في غربه اختي، ما عندناش وين يتباع المطلوع. وانا يا اختي ما نديرش لا من يتباع عند البوشي بصح ما يكون عنده 4 ايام هو في الساشي. بابا افوت دوك انت يو وان بيتزا ياكليت ما لا ادت اي ماكدونالد ها طيب ها بس قد ايش نبدا نسيت ولا ما فيش حل بدينا كمل الطبيخه تاعي اي كل واسمع الطبيخه ودينا You can do it. من الحار حار ولا شوية بنين؟ إيه بزيري شريتو عند رياض. بنين ماشي حار. علاه ما نمشي نجيبو حار يشوط؟ ماشي هما. فرنسا يتباع يشوط. فازو أنا بصحتكم فازو أنا درت شخشوخة الضفر تهبل وأنا اللبنه يا خويا يا خويا بصحتك عمري انا والله ما نعرف ندير شخشوخه الاطفال بريباري لاباط نعرف نطيبها تعس بالموسيقى تبوس نطيبها تهبل هي على الشخشوخه هذو قال نعرف نديرها بابا صح الشخشوخه الاطفال والله ما نعرف نديرها سلام فتته تجي مليحه يا اختي Don't you dare looking at me. Mom, Daddy's looking at me. Daddy, I saw you looking at me. I just saw you. You're just chicky. This is for me. No. You want chicken? It's for Nana? Yeah. I don't want it. Please. No. Please. I'm sick. أحسن محتوى ربي يحفظك عمري. صحتكم طاطا فازو ميرسي. مع الماء خذ تخلط شد ها ده حي يا حي عندك ما ديري بالوصفه تاع المطلوع تاعي الدنيا كاع متكراكي تضحكي الدنيا كاع يديروا المطلوع اختي روحي تشوفي عليهم انا المهم درتو اش في تقدر ديرو هذا اختي ما نقعدش غير نفسد في راس ما مازال ولادي ما كلاوش والله ما نحل لكم وحده جديده يا اختي مازالو زوج مرسوات انا ما نحبش نطيب كونتيتي بزاف اكدي لي على حبه حلاوه يا اختي ناكل بالصوت وكلاص عليك اختي جامي شتي الناس باسكو جامي واحد لقيتيه ياكل قدامك خلينا اوتوماتيكمون الماكله لازم تكون بالصوت حنونتي بعد التغماس احلام الاحلام هكذا ها تاكل بخمس يدين تاكل بخمس يدين وتاكل الكبسه الرز هذيك احلامه
يا اختي بالصوت انا داخله فيك يا اختي ها باش تتشهي وتنوضي تاكلي ما تخليهاش هكاك حاصله في قلبك. طب بعد تلقى روحك جواز عندك شهر عامين ما كليتيش ضلك حبه فيني فيكم بعد. الصباح وانا نسقط الحمد لله يا ربي بصحتك حبيبتي من مطرح ما يسري يمري كيما يقولوا مصير ميرسي. اه وي كونسونطري حفصه قلت لك كونسونطري يا اختي هو كونسونطري بينا والاناقه واش ديري يا كنت تحت ترقد بيناتنا كلو متمده وتيجا وداخ ما تكترش جاب لها بكيت واسمو ما تدغيش تشيكن باين هنا ياكلش الدجاج دوكا بصحتكم ميرسي يا صحاب هادي دواء ولا عشرة بصحتكم دغدغ عشا حنو انتي هاي الستة عندنا هادي الوقت عشانا هاي الظلمة يا اختي باش من بعد نرقدو خفاف ما اختي باش تاكلي على 8 وتاكلي على 9 شوية نتقل مورفين مورفين نسوفريو يا اختي لا غير مورفين نسوفريو نسوفريو كي نكونو ناكلو لو لي بارت لو لو كي تحكمو تعرفو تسريحو اختي 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 ماكش تاكل الهريسه هاد الايام ما نسيتش نحطها كاع في الطابله باش كون نحط لك الحار ثانك يو فيري ماتش ايوا العزيزه يا يما كونسومو كونسومي معناتها كونسومي حنوتي بصح ماكوش تخدمو علينا يا اخي كونسومي انا نخدمو على روحنا قعدوا عاقلين ولا والله ما نوريكم البيجامات بصح والله جو سوي اون بلان ريجيم كي نشوفكم تاكلوا نهبل خساطه تاع لي ديريكت مسكينه ربي ربي معاك عمري ما تدخليش ما تدخليش وين الماكله كل هادي ربي يسر كل هادي جرجير هادي تسطواسي كاع روكيت سلطه تمسح لك كاع المصران ما ترقدش ديريكت كل ما تبدا خسروا الكاميرونيه يما كيفاش تشفيت فيها التصويره اللي حطيتها تاع قصه هكذا عاو اشتري فيه هكذا ايش اه قال لك نروح قال لك نروح نروح نجيب الكاس تخولوا والله سويس او صافا انزيرو انا نسنى نيمار يا اخو يديهم اقول لا لا كي يلعبوا معاهم البرازيل ما تحرويت لهمش انا ما نسيبورتيهمش بصح باش نتشفى برك بس نزيد نتشفى في الكامرون نموت عليكم والله غير ربي يبقي عليكم استرخانا نموت عليكم راكي بالجمع بس نقدر سولاجي شويه الحمد لله راك لابس اكلات بس سخون يا اخو خوشي ما في بالصوف شوف شوية يضحك الستوت شنو تريكولي درت له كادو شحال شباب عرفت نخيرو يا عوم ما تكذبش عرفت نخيرو عندي القوة
لا لا في البلو نعرف نخيل له حوايجو مليح والله غير من الزرع انت مهتم في حلا ابي سير في حلا حنوتي ها كاين بزاف يحبوا مكسرات اليدين كاين اللي ما عندهم حاجه في الماكله من داك يكون واحد يكون من داك واحد سقسي عقول لك من داك واحد كيكون طياب 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 وحده تعرف طيب 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 يولي يحوس على وحده ما تعرفش طيب واحد اللي يكون ما تعرفش طيب ما تعرفش طيب ما تعرفش طيب تجيبي له فورم ميناج تاعو ويتزوج بيها تنخلع فيها مع دار الرجال لا لا وراس ما ماشي كاع بصح تصرا بالك والله غير اللي يكون ياكل ياكل طياب طياب كاين بزاف رجال ماشي بروتينه مع الماكله كاين زعما كاين اللي يقعد مع مرا على جال الماكله على جال الطياب لا حول ولا قوه لا لا على جال الطياب ربي بي مش كتب عليها ها الطياب ايه ها الطياب كاين اللي ما مرته ما تعرفش طيب لا لا اللي تعرف طيب انا نقول لك اللي تعرف طيب وتعرف طيب تسمع لي كان ما يقعدش شاد من داك يحب يبدل ما يقعدش شاد فيها على جال الطياب يقدر يسمع طيب عندها السيبيلاج جات مرتو ماشي غاطي ما كاش منها هذا واش حبيت نقول لك لا لا بصح كاين اللي من داك طيب مسكينه وكلتها بالدار طيب يشتو شو طيب وتحوس على الدار وهكذا وهكذا مسكينه هذيك تنوض فطور عشاء قهوه الراجل من داك يملها هكذا لا لا ما كاش منها اه فيهم ما يكفيهم يا خو اليوم هذه هي القصره في الانستغرام ديرو كيما الباح اليوم نحكوا عن النساء اللي يكونوا شغلهم اللي نوضوهم في الكوزينه ولا هم البارح هضرنا على الخدمه تاع المراه والراجل والمعاونه في الانستغرام اليوم نحكوا على المراه اللي تكون ملي تنوض ملي تنوض وهي طيب ودير ولا تياغل بالمواكل واكلها طيب و يعني انت مشبعت له كرشو نعطيك انا اخت سد معنا خبز صغير بدي معناها الحمد لله تخيرات شبعت ديجا ما نسيتهاش غير هادية باركت عليا وزعما بال والله غير نكون شبعانة نشوفكم تاكلون جوع يا اختي اختي والله ما كلينا هو هذا يهضر على كلا تشيز ما كلاش فازو صح يا ما يحمدوش النعمة رجع هاكي طلقتي نول الهدى والله غير كاينين شي ينسى هما اللي عندك واش كانت تحكي معروفه هادي معروفه وحده البارح يسنا والله غير ريبوندي لهادي بقى انا ورا وحده قالت لي بلي عندها لا فامي تاع راجلها في الانستغرام ما لقيتش واش نرد عليها دوك نقول لك انا واش غدير قالت لك لا فامي تاع راجلها يضلوا يواسوا فيها يواسف فيها بالهضره كونتراتك 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 قالت لي واش ندير يا فاز قلت لها الحل كاع راه عند راجلك هو اللي يجيب لك حقي قالت لي راجلي بودينا يقول لي انت كذاب ديرك ما انا ماشي بودينا يقول لها انت كذابه كتكذبي ماشي بودينا هاد شكرا جاب بودينا يامنها ايه مي بصح يقول لها انت كذابه وهي مسكينه زواليه قالت لك زواليه هي قالت انا زواليه ما الخدمة ما عندناش الحق انا نهضروا جينيرال صح ما عندناش حق الرد باسكو هنا سمعنا غير من عندها ايه انا قلت لها هاد الكلام ولو كان صاري في هاد الشيء كاع هو ما يجيبلهاش حقها وكيفاه ما كان ما خدر ما كانش حق الرد اه ما كانش كيفاه ما كانش حق الرد ما تخديش تريبوندي كيفاه قلت ما هذاش صح لا لا سي سيدي صح صح شكون اللي يجي يحل هاد البروبليم غير راجلها اه خلاص حنا هادا واش نحوسو وانت تلكك تلك ما خدتش شريف قال يا سيدي نقول لك لا مراه مسكينه قالت لك تجيب بودينا هكذا عطاتها ديرك باسكو ساعه سنه عايشه مع 20 سنه هاي ريبوندت عليها هاي تحافظتو هاي ريبوندت عليها هي بصح قالت لي فازو واش ندير بعد قالت لك على جال ولادي ما نقدرش كبار ايما انا قاعده على جال ولادك سكتي لا هي قاعده على جال ولادك سكتينه ايما انا من الاخر والله غير مسكينه قال لك ديرك سير الحل في يد اختي آه نهاد مسكينه نهاد بالغوج دوك من بعد نجي لعندكم وما لازمش تشكي له ديريكتومون كي تشكي له ديريكتومون لي لازم توري له بوبا لابوي عو ماشي شايب ماشي شايب حنون تحياتي كاع وانا نحسب في الدراهم انا هو عمرو ما حسب الدراهم غير انا اللي نحسب كلش تحت يدي صافي من كثرت انا ما نحسب الدراهم شبت اختي عو لا عايش لا بيل في عو ياكل يجيب الدراهم
انا نحسب وانا اللي ندي انا اللي نخمم كلش. عوم هني اختي المقلش ما عنده شوفي شعره شي ما يسعى اختي ها والو. انا ملي نوض وانا زقي 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 اختي شوفي ها شابقش بيناتنا انا ويا 6 سنين يا اختي باش تقبلوا. مساء الخير واش حوالك والله غير صباح النونتي. مدينا وصفه تاع هادي فازو وشنو مدينا وصفه تاع هادي فازو سناكو زدتو طلعتوكم ملاحك وعجبني زيدو بارطاجيو. هيا قالكم حقوق الرد يرد عليكم زيدو. قالت لك وحده علاش ما جبت انت في داركم يشيبو بالخوف ما تكذب بابك الله يرحمه يا اخي جدي 34 سنه تلبيات شكون هو تاع باباك الله يرحمه وبابا والو بابا شيبه بابا الله يرحمه كيما كان عنده شويه منين تخرج شويه كيما انا هنايا شوف الحي كيما انا انتوما جدكم كاع ما مزوج سهيله وكاع ماشي قرايتك شايبين والو البنات البنات والو والو ما مزوج بيدا حنا كاع حنا كاع يا جدك ماشي كيف كيف توما حنا لي زورمون مام ماني نستعرف بيه 20 سنه هذا وين هضرت مازال تسكت تحكي الفازو اختي تموت عليا ومن بعد نروحوا الانستغرام لي ديليس دو فازو الانستغرام القصره فول البارح قعدت معاهم حتى 12 ونص تاع الليل وراني نطلع معايا راني نطلع يقصروا مسكينه نيهات قطعت لي قلبي قالت لي مسكينه قالت لي دايرين كونطراتك لو كان انايا كونطراتك 20 سنه مزيدين كونطراتك ايوا ولادها كبار خونا صافي كاين اللي واعرين 20 سنه زواج خلاص الله يخطرهم كاين واعرين والراجل بدا يدي قلت لي حسبنا الله ونعم الوكيل لا لا كاين يديروا كونطراتك تنخلع يا خش حلو واعرين شحال واعرين طحلات لهم شو والله خير واعرين واعرين دي فوا دار الراجل وكاع كيبرونشيو مع المراه حكارين انا قلت لها سماتشي اختي بس قالت لك ما عنديش ما عنديش حل ما قالت لي ومن بعد واش قتلتني مسكينه كيفاش ريبتني حق بيت ربي يا كي قلت لها علاش ما تاخديش زيت قالت لي قالت لي بابا توفى قالت لي باباها توفي معناتها ما عندهاش وين تروح والو ني قرايه ني والو زوج بها صغيره كانت عذرت العذرات قالت قالت لك لو كان ما دانيش يموت ها من بعد قبلت عاشت في دارهم اختي من بعد دار فيها اللي ما يندار ماشي هو اللي دار فيها قالت لي هو ما عندهاش مشكل ها اختي دار دارهم ما كان والو ولا شيء اخرى ان شاء الله ربي ما يزوجوش هذوما خياتو ما يتزوجوش محبو كاين اللي قعدوا كاين والله العظيم ما يتزوجوا اقسم بالله انا عندي وحده ما كوزين الواساتها كاع وحده ما تزوجت بصح عرفت راجلها وراح تعيش وحدها يا الله هذيك يجيك الفرج وكل يا ربي وخلاص تيمو انا كبرت ب 14 سنه وشبت قبل منه هي مازال كاو توما بالشيبي اختي نحط عليه وجد بكي نخرج انا والله غير يموت ما يوقفش كاع معايا انت مريض شبيكي زعما دوك عمام ماشي مشايب وكاع عندي سيكسي 1 مليار عليه سيكسي فو وين يبان معايا كي يخرج يتوجور يحسبوه بابا وش بيك انتو مراد دوك يقولوا لي اقسم بالله جداد جالسه انجالزه وكاع قاسمه كاع لي شوفوه خالتي قول والله ما يقولوا هيك بعد هنا جيراني هنا يقول لك يبان بابا بابا وحق الله غير يبان بابا هو اللي شاب هو اللي يبان شيخ ديري انا موضوع صرف انا نقصرو في الانستا وي والله خير انا نقصرو في الانستغرام هاد لي سيجي فاميلة الراجل فاميلة الكاري انا ما نعرفش نرد هاد الاسئله باسكو انا ما نتخيلش روحي يصرى لي هكذاك امبوسيبل ما نقدرش نتحط ما نعرفش كاع نكردي انا اللي ما نعرفش نكردي حتى واحد انا واحد ما يقدر يدير عليا لا لوا فازو كيف حفل لا دوك من بعد هذيك العشيه دوك نوجد روحي ونجو نقصرو على هذا الموضوع الله يفرج عليها والله غير مسكينه نيهال يا عمري والله غير نيهال مسكينه خدي والله غير صح من هو هما ما يديروا في النشا هكذا زعما شي شاي عم بالهم انا الضيق اللي مشي انا كون زيد نقعد شهر هكذا ما نتحرواش اختي
حط عليه. بعد انا سبورتيف اختي شتوني كاين الباب. امن صح امن داك الدين مازال طلعت معايا لايف. انا وريه لك يعني شوف فيك بديت تاخذ الثقه في النفس. ولا شتو كان ما يهضرش كاع داك ولا يهضر شفتو التحلب يعني نوري لك الطريقه الراجل كيفاش تحل به تدخليه في شغلك تدخليه في خدمتك شوف فيك شوي تحلب هاو يخليك لا تبان. يا اختي جداتك يا اختي يا اختي جداتك يا اختي. ما نطولش انا معاكم بزاف نزيد واحد العشر دقائق خالتي. ام جاو امير سمير واش راكم احكوا لنا لي زوم احكوا لنا على شويه على لي ماتش احكوا لنا على الماتش تاع الكاميرون وصل اليوم لا مازال نزيد نخمل الكوزينه ترجع هاد الشعل بهم يا اختي خليه يبان وليدي حنونتي يا اختي وليدي ودير عليه الدع الحاجه اللي نحبها يا اختي كلشي ليا قد ما تتخيلي ما تقدريش تتخيلي وليدي هذا اللي قد وليدي واش دار لي عمري تخيليش والله ما عجزت النوض والله اللي فازوا عند نظام عسكري بالصحه ولهنا اختي هاوليك المطلوع حنوناتي هاو المطلوع اختي قالت لك ها شد هنا شويه باسكو درت له واسمو اسكو المطلوع كيكون هنا هكذا محروق انا ويسم انا وراس يماكم اسكو المطلوع هكذا محروق وسالي هنا شويه ها بصيت على الحديد شوفو كيفاش مخزون قعدوا غير الزوج ولو خاها هوليوود سمايل ما شيري درت العشاء درت جواز جلبانة درت جواز جلبانة ودرت المطلوع درت المطلوع في الفور ومطلوع في الطاجين وديت اون بون ماسيدوان اون بون سالاد فاغلي بلا ماسيدوان اي تو سا ونبسلين عليه ولا غير كنت راح نزيد ندير لهم تشيكن وينكس رامي ولونا بصح ما شكيتش ولا غير يكملوا هاد الجواز دوك نرجع الكوزينه تشعل نفتح شويه غنى مع انستغرام ما شاء الله عليك ربي يحفظك ما شيغي ميرسي ربي يحفظكم ربي يدوم امين يا اختي امين رب العالمين ان شاء الله يا اختي العشره وهذه مليح واحد يديها بصح لا يصيبنا الا ما كتب الله لنا هكذا كنت نقص لهم البارح في الانستغرام الواحد يدعي بالعشره وهكذا وهكذا بصح الدنيا هذه ما تعرفش واش يصرا فيها لازم المراه تكوني واجده لكل شيء تقولي عشره تقولي زعما كي تشوفي هكذا عود تقولي ما كاش مثلو زعما تقولي فازو ما كاش مثلو حنو انت ما تعرفيش غدوه المكتوب عارفيش المكتوب بين ليله ونهار بالك ما راناش تاع بعض بالك ما قعدناش مع بعض ما تعرفوش الدنيا عندها انت صافي ما تقعديش كل حاجه في الدنيا تكوني واجده ليها تشوفي زمان كوبل هكذا تقولي هادو عشتهم راح تكمل هكذا اختي انت تعرفي كيف جيري هو يجيري وخلي المواقف لي يجيري وماشي انت اللي حتتحط مش انت عمرك زعما حنا نتجوزو زعما عمرك هو ما كاش مثلو في الدنيا مريضة كاين حنا نسا من داك نساعفو نسايسو هو يساعف ويسايس طيحي في راجل ما يساعفش حنا ما يسايسو شي يساعف حنا نتي كلاك بوبي ودي راجل يطيح في المرا تمر لحياتو كيفاه كلاه بوبي الوغ نتي حنا نتي كوني واجدة كي تدخلي الزواج الزواج معنتها تكوني واجدت له في يقول لك في الحلوه والمره شوفي كي تدخلي حياتي راح تكمل تزيدي تطلق باسكو المراه قد ما تشوف الفشوش قد ما تطلق روحها الوغ ما تطلقيش روحك خلي روحك توجور متماسكه جامي تقولي هي ليا وانا ليا هي تيم ديالي هيا غزالي ما تتك
كليش اختي ما تعرفيش كاع المكتوب واش يستنى. يقدر ما من الموت ربي عيط الشر يا ربي خطافه. او قصرنا مليح البارح في الانستغرام والله غير قصرنا مليح حق الله. هضرنا على الموت المراه وكيموت الراجل وشكون يتزوج قبله والراجل ما يصبرش يروح يتزوج والمراه تقعد. هضرنا ما السوجي هذوك تاع النساء اللي موت رجالهم هما ما يتزوجوش ومن بعد هي لو كانت هي تموت هو يروح يتزوج عليها مام با في المقبره. وحده قتلتني بالضحك قسم من عاد اسمعوا وحده قالت لها كنا نقصروا هكذا نقصروا نقصروا طلعت وحده معايا ومن بعد كنا نهضروا قالت لك قالت لهم وحده قالت لنا وحده لو كان زعما قلنا نهضروا على الموت لو كان زعما بعيد الشر يا ربي لو كان زعما تموت المراه ولو كان وحده قالت لك اخات قعدت قلنا انا راجلي مات قاعدين نقولوا الله يرحمه قالت لهم بصح انا ما قدرتش قالت لنا راجلي مات وما تزوجت وعندي زوج بنات بصح دوكا ندمت اقسم بالله الغلطه اللي دارتها قالت لنا ندمت يا خا قالت زواجنا تبارك عوان بيان سور قالت لنا ما قالت لنا راجلي مات وكان عندي زوج بنات ما تزوجت كنت نحبو قالت لهم بصح ندمت قالت لنا كلمه ندمت حكمنا هذاك السيجي قلت لهم نكوبي على 10 جابوا بيا 12 تاع الليل جابوا بيا 12 تاع الليل وحده تاع الصباح بالجزائر بدينا نقصروا بعد قالت لك لما تزاير قال لك في تزاير احنا عيب المرأة تزوج وكذا كذا قالت لك ما بقري كنت حابة تزوج ما تقدرش بصح الراجل وحدة قتلتني في الضحك قالت لك كيكون في الجبانة كيكون في الجبانة يقعد يقولوا له باش تبدل الشومبرة زين واش ضحكتنا وحدة قالت لك هو كيكون كيكون الراجل كيكون يدفن في مرتو يقعدوا لتما يقولوا له باش يبيع على الشومبرا كوشي تاعو باش يبدلها باش يجيب الدوزيام يعني انت مازال ما بردش ما با طرابا وفي الجزائر المراه تقول لك لا ما يموت راجلي ما نتزوجش عليه يا اختي النفس تاعك يا اختي النفس تاعك تحاسبك يوم الحساب بعد لك كانت صغيره المراه قالت لك راجلها مات كان في عمرها 27 ولا وعندها زوج بنات قالت لك قعدت ليل دوكا ما بيش واحد 45 ولا 46 قالت لك في عمري ما تزوجت قالت لك بصح ندمت اختي عجبتني كي قالت لي ندمت ما دارت الكوراج نطلعك في الانستغرام ماشي هنا انا ما نطلعش صحيح انا مهبوله وحامل هبالي كاين من داك اللي حقو سيغتان ماجي عياو بصح كي يكون يموت عليك غير هبلي والله ما يكره هبالك نموت عليك فاز ربي حفظك اكثر ما يدخل نازل حصائد العزه بين السعد يغيضون في الله تزوج نصف الدين ماهوش عيب بيان سي حنو تزوج نصف الدين بصح هما بوغ في الجزائر زعما كي تزوجي ويموت راجلك يسمى راكي درتي نصف الدين يعني انت ما تعاوديش هما داينها تاع حشومه كاين بزاف اللي قعدوا من دوبات يا اختي انا نحير كيفاش يقعدوا عايشين هكذاك بعد على كانت صغيره دي فوا يكونوا صغار قسما بالله ما تعاود انا كاين نعرفهم دي فامي ورا السمر كي تكون مرا في عمرها 50 60 غير تعاود لا تحبش تقعد وحده يا اختي شتو ورده الجزائريه مسكينه الله يرحمها ربات ولادها ومات راجلها وزوج وادي عصا زوج اخلايا وبعد كي ماتت ماتت في القطوط مع القطوطه وحدها في الدار ورده الله يرحمها اختي مليح يا اختي تلقاي شكون اللي يجيب لك الكاس وشكون اللي يدير لك عود بالله راح تلعب على راحك انت يا روحي منين جاوك هذا الموت اي صافي ما شفت والو اليوم رانا خفاف نوكل عليك ربي قالك من جاوك سحرتيهم راه ملح انا غير مربيين انتم ما بيش من خرجتوا وين ساكنه اول مره نشوفك كنسى حنو انت عايشه في لندن لندن نموت عليك فيها ربي حطك سوجي واعر وي بعد انت يا كاطو مودرن المخطوبه سكتي غلقي فمك ما تبعيش اللايف اليوم تتسوفجي يا اختي انا مانيش حبتك دي كاطو مودرن مانيش حبتك تسوفج بعتي لي ليليان تاعك باش ندير لك لابي بشويه في لي اختي نحبوا صحاب الكاطوات ديجا ساراي محتله المرتبه الاولى سارة الله الله بلي كاطو تاعها ديزاينر يا جدك دا لالجيري واش هي دايره قالت لي ندير لك الكاطو كي نهبط للجزائر يا اختي على ساره نموت عليها ديري كيما هي كاطو مودرن روحوا تيم انستغرام بالك هو القصره اليوم في الواعر نصلي عيشه ونجي عندك حبيبتي عجبني السيجي روحي للانستغرام كملوا هكذا شويه بعد نلفوا الانستغرام بصح الانستغرام حنو انت جوي 8:30 9 تاع الليل
نروح نستيكي نرجع الكوزينه تشعل ونروح الله الله نعطيها بتحميمه هكذا يا 3 2 5 نضرب لكم بيجامه جديده من الواعر مقطنه اختي هاد باسكو لافي اليوم تحق خطينا لازم نقطنوا اليوم اختي تسيجي واعر ها سيجي اليوم كوتسي زوات ها اليوم نحرشوا بعض حتى نقولوا فيكس والله غير في الجنازه تلقاها في الكابر لا لا يقولوا له بدل الشومبرا الراجل اللي قاعد يخمم ما يبدلش اختي نوكل عليه وتلقاها يشبه المستر يشبه المستر بين يشبه المستر بين ديف الراجل تشبه ما يشبه له والو وتلقاها اختي يقولوا لك لازم يتزوج ما فهمتش هادي تاع الحساسيه تاع الراجل لازم يتزوج والمراه ماشي لازم هذه ورا الصمه هو ربي واش يقول لك النساء قوامون استغفر الله الرجال قوامون على النساء في التي هي احسن اختي بصح في الزواج ما كاش منها هذه يا اختي ما كاش منها تاع الرجال قوامون في الزواج اختي نفسك تحاسبك عمرك كيما هو عنده نفس انت تانك عندك نفس كاش منها يا اختي بابا ناوي يسمع ما كاش كاع اللعب اختي انا يا اختي لو كان يتوفى يا اختي مور 40 اختي كلا لي راسي 30 سنه زواج كيري تقول عرفتو 15 اون دمي دوك راني في عمري 45 سنه 30 سنه ولا سقلي هنا في الصباط انا بعيد الشا بعيد الشا بعيد الشا كاش ما يصرى لوعو في 40 يا اختي 40 نكوني عجبتني من الاخر تلقايا شغل مستر بين وكاش ما سرق وليدي تري كون جاك شباب شتي لاجري وعندي بالدوغي خصاك راح للمونديال انا شيخي مرتو ماتت ما تحكيش انا وراسي يمك خلي في الانستغرام ونقصرو ما نقدرش نكون كونسونطري معاك تما نريبوندي كاع لي كاسيون ونطلع معايا لي نطلعهم معايا يعرفوا كيفاش يهضروا يقول شرح حل الربعه يا اختي حل الربعه هذيك لي ما يخو لازم نعاود نروح عندها يخو حت ليها مكتظ ما ضبحتو لي عاد فارتي بصح هما كيديروا هادوما كيديروا الفيرني ويديروا التاويل والجل ماشي من اللي ينوضوا يديهم في الماء وينوضوا يغسلوا ماشي تعود شنا على بالك حقا دارتهم لي ب 30 باوند قريب 700 الف ولا 800 الف تاع الجزائر من اللي نطوا يدي يومين ما نحيتش يدي من الميمان يخو دارت لي زعما الجل اللي ما يتنحاش ما يوتونيش انا دو باسكو قتلتيني بالضحك اش على عندك دراري عندي ثلاثه يا اختي يهون عليك واختي يهون عليا عوايش روح يشبع يموت ويشبع موت اختي واش ندير له اختي وي يموت يشبع موت ويهون عليا خلاص في ضل الحق وكي يكون في ضاق ضل الحق كاع نروحوا ليها زعما هو يهون عليه انا هو هكذا مريض شويه ويسي شويه يضرب ميم با شهر يقولوا له والدي تقولوا له يما خياتو لازم يتزوج ما يقدرش يقعد وحده هما داير الفاميليا تاع الراجل باش ما يتحملوش المسؤوليه تاعو دارهم يروحوا يزوجوه وانتم احنا نكذبوا على روحنا ما نكذبوش على روحنا اختي نعرفوا كاع ديك الترافيكات هما باش ما يتهلاوش بعدا لا كان مريض شويه لا كان مريض تقول له نزوجك على نسى دوك هذيك اليمات وكاع لا يزوجوا في ولادهم كي تلامت تمرتو يزوجوا باش يتنحوا المسؤوليه عليهم تروح تبدا تغسل له في حوايجه وتعاود تسوفري معاه وكاع تلقى له كاش وحده مسكينه هكذا لا حول ولا قوه وتزيد تطبعوا واحد عليك ربي يرحم احنا الدار الشهر 40 اي 4 شهور اختي مال 4 شهور ماشي 40 يوم قالت لي خلاص 11 شهر مال 4 شهور حنو انت العده صح نسيت العده يا اخي نوكل عليكم ربي نسيت تاع 40 ولا غير نسيت يا خلاص فوتيها انت تانيك اقسم بالله غير نسيت والله غير على بالي بلي العده 4 شهور بصح انا ما لازمش تفواياجي 4 شهور مليحه حيدات 4 شهور بزاف اختي 4 شهور من نجي خلاص وحتى الواحد يهبل نسيت هادي تاع 40 ولا غير نسيت والفنا داك العشاء تاع 40 انا ما نعاودش نروح راجل واحد يكفيني اوكي بوت حنو انت واحد يكفيك يا اختي شبعي بالكفايه حنو انت ماشي كيف كيف حنو انت ماشي كيف كيف كاين نسى تريسيتي وكاين نسى ماشي تريسيتي كل وحده كيفاش لي زورمون تاعها اختي
انت لي زورمون تاعك اختي لي زورمون تاعك حنو انت الطاقه تاعهم شويه. كاين المراه لي زورمون تاعها نار اختي، ما تقدرش انت موت تقدري تصبري وتقدري وكاع. كاين واحد اخرين يا اختي ما يقدروش يصبروا. دري على خلو هذا السوجي، هذا السوجي فريمون حساس، خلوه ومن بعد نجبدوه ان شاء الله في الانستغرام نقصروا مليح، باسكو هنا رانا مخربشين، رانا كلام حق، هنا رانا موسمو. حنو انت كل وحده والهرمونات تاعها. عمري كاين مراه هرمونات تاعها يتطلبون، كاين مراه هرمونات هذاك اللي مات الله يرحمه وتقعدي حزنان عليه، هذوك لي زورمون لي الهرمونات اللي كانوا عندك قضالك عليهم كاع اختي، نشفهم لك. باسكو ما شكيتش وحده ما عندهاش هرمونات الحساسيه اختي، لازم يكون عندك هرمونات الداخلي حساسيين باش تتحسسي بهم، باش تحسي انتي حنو انتي الزوج تاعك هذاك اللي مات دالك كاع الاحساس معاه، دا كلش معاه، ما خلالك والو اختي. نشك مليح. يعيشك حبيبتي. حق وحده اللي ما تزوج مور راجلها ولا واسمو عارفي بلي قضى عليك، حق نيشان فازو قسما بالله غير قضى عليك. وحده مثل بها زعما انتي في داله، في دال ودني. كاين وحده مرات تاع الزواج وتقعد سيلي باطر، علاش عليك اختي؟ واحد اللي يجي يجيب لك القفه مليح اللي قادر يروح والديهم على الاخر في دار العجزه. لو كان كي كانت يما شويه صغيره زوجها، لو كان خلاها معاك الشي بخ الله يتهلا فيها، ماشي يروح يرموها في دار العجزه. حنو انت مسكينه تقعد تبكي ويزيد هو يدعاو يشر ويروح لجهنم. تعرفوا واش قاعد تحسبوها مليح اختي؟ حطينا انستغرام تاعي لي ديليز دو فاز اختي، القصره تبدا على 9 تاع الليل. نلعبو. اختي تخمامكم كاع راهو في الفو، وانت حنو انت اللي تلعبيها زعما كي واعره، ماشي تحسبي روحك لا تنسى كي زعما كي تقولي في دار الراجل كيما تو في دار الحق. انت قضى عليك اختي، قن حالك كل احساس، الاحساس تاع المراه نحاه لك على بها. ما تقدريش واحد هذاك الحب وكاع غير الخرطي اللي في مواستان اختي. الحب صح كاين اختي، بصح مات اختي ما بقاش. تقعدي تقول ديري شغل ديري شغل واسمع مع ابراهيم، راح تزوج شفتي راح تعرف ابراهيم مع خديجه، راح هو مع فريال والله الله مع فريال، وجاب مع فريال طفله، وقعدت الحب 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 الحب. ومن بعد هو سليمان القانوني قضى عليه، اخذ روحه، قعدت 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 تزوجها الله الله بالطب والطب، ما حبتش اختي راح انتحرت. ديري كيما خديجه حنونتي، عيشي وغتكملي بانتحاري. حطينا الاستاسي لي ديليس دو فازو، حنو انت انستغرام لي ديليس دو فازو اختي. دوك ندير لكم 5 دقائق وروحوا ليه، دوك نتلاقاو من بعد. لي ديليس دو او راح تاليه، ولي قاعدين يكثر في الهضره دوك. لا راح تاليه او قاعد زعما يلعب فيها، لا لا قولوا لا ورا الصماغ اليوم راح تاليه. اني شدو بدا يزير في الكلام. هاكايا ديروا دخلوا شويه. حق ربي غير راجلي البارح نامني نقصر مع واحد ناض مشوكي، والله مولا رقد حتى طلع المولى رقد. يا عمري على دي سغاز هادي في المنام يا اختي، ويشك فيك مالا اختي. واحد لهدا روح يقولي له قاتلك فاز، وروح شوف لك با طبيب نفسي. واحد كيما هذا قول له قاتلك فريمون راكي عايشه مع راجل يا غوز دو صابل، ولا لازم له طبيب نفسي. قاتلك راجلي هادي لو كما نحكي انا وش في الانستغرام اليوم نموت. قاتلك راجلي يا سمعوا اليوم برعايه المراه اللي قاتلكم راجلي نامها تهضر مع واحد ناض مخلوع وما رقدش حتى الصباح. هاو يشك فيك اختي، خبعت شك شحكيتي لنا هاد الحكايه وما حشمتيش. هاو هكذا يتوسوس بيك، لو كان جا داير فيك كونفيونس ما يقول خزيت لي الشيطان ما عاود يرقد. هو واحد حنا والدينا واش علمونا؟ واحد كيقعد ينوم حاجه غير اللي يقعد يتخيل فيها ويتخيل فيها، هو راجلك تخيلك. انا طلقت وزدت تزوجت المراه اللي لازمها راجل في حياتها. وي اختي ما تقدريش تقعدي سيليباتير، اش منها مولا هذه عندها كره في القران لازم نكملها. ما تعرفش دير ما تبداش تقتي السكتي علينا، احنا نحناش نهضروا كوتي غدين، احنا نهضروا غير كوتي حب وشعور واحساس وحلاوه وفيكتور. تبدليش يا اختي بعدا كوني مزوجه 30 سنه ولا 25 سنه اختي، مليح المراه هو الراجل فيها فيها، هو دا يكون عنده يقول لك ربعه ويقدر ويقدر غير لما كاش قادر.
صح نوت انت تقعدي هكذاك من داك ويجيك المكتوب تجيك اوكازيون يلاه ما فيها والو يلاه يبارك وصخ عليه نتلاقاو في الجنه هذيك تاع تلاقى في الجنه قاعد يصبر يروحك هذيك كي تكوني لو غون تامور اللي قاعد يدير لك شغل قيس وليلى غير روحي يا حبيبك انت وتلاقاي في الجنه نتوما تقعدوا النهار لو كان تلقاي تسمعي في الدروج طالع تحكمك السكر تولا دي فوا ميم بارت ما تسمعي دخل المفتاح بالباب تحكمك القنطان جايه تفيسي انت حياتك كاع وانت عايشه معاه تتمني تتلاقاي في الجنه هذه ما تصراش في الجزائر تصرا في كاع الرومانسيه في الجزائر تتمني انت تتلاقاي مع راجلك في الجنه انت مريضه جوزتي معاه نص حياتك كاع هزيتي وما بدليش هي في الجنه اختي يا لطيف انا نزيد نتلاقى في الجنه خلاص ننتاح مهبوله اخ قالت لك نتلاقى في الجنه هذاك واش ما نروحش للجنه اختي خليني نروح للنار خليني نقعد نتشوط خير اختي قاعد يتبع فيا انا 30 سنه ويزيد يتبعني للجنه والنار واكي ضامنه تروحي للجنه حنوتي لا لا الفردوس انا ماني رايحه للجنه اختي انا عندي بنتي مريم زادت ماتت تتسنى فيا في الباب تاع الفردوس سالوا على انكم انا ما نسحقش انا دوكا واش راح ندير انا ندي مريم دوكا يتسناني في الفردوس غير نتوفى ومن بعد كي يجي وقت الحساب نروح للفردوس ديرك للجنه انايا ما نروح نربي نروح نربي مريم واش ندبيه قعد حياتي 30 سنه ولا صقلي هنا وما عبيش راح نزيدو ومن بعد نروح نتلاقى به في الجنه جامي اختي ندي تيمو ونقعد وهذوك مام الكبار يروحوا يلعبوا على روحهم اصفر دوك لونا ورامي اللي يروحوا للجنه ولا انا خلاص بلاصتي مضمونه في الفردوس الوغ يا اختي نروح نربي تيمو ومريم مسكينه مريم ماتت زادت ميته اي صافي تروح معايا مع اختي تسناني في الجنه ديريكت شنو ندبي اختي بدي يقول جيبي لي وديري لي ندب عليك اختي واش حنديروا انا وياك في الجنه دخولي خلينا الحلوة ونتابع الملك فاز شحال تعجبيني الله يقتل ديري اروح والله غير القصرة وبعد في الانستغرام خير انا وراسكم غلقوا هاد السيجي الله يعطيكم الرضا غلقوا هاد السيجي حق الله غير نقصروا في الانستغرام قال راح نموت على هاني حابه نفرق قلبي اكثر بصح حنا ما نقدرش كاين بزاف لي سكوربيون ما كاش البراءة هنا راني ميتة راني حابة نضحك بصح راني حابة نبيش روحي شوية هاني كاع حوايجي وجبيكم كاع راه مغمى كاع ماكلة نروح نبيش روحي الله يضيفك ندخل الغمز ورا الصما غير الفردوس اختي هاي اختي ماتت لي طفلة زادت ماتت ها اختي وين بلاصتي في الفردوس تسناني تغيوريني اختي ديتها لكم من في الجنة انا عندي بنتي ملايكه ماتت انا قالوا لي كي تموت لك ملايكه تسناك في باب من ابواب الجنه معليش الباب الاخر تاع الجنه يتسناني فيها المهم نروحوا للفردوس اختي نروح ندير لها البيبرون اختي ما رضعتش لازم مسكينه مريم ترضع اختي الفرني تاعي حلال حنونتي وقسما بالله ما نحل بكم انا الفاني تاعي حلال دايرتهم عندهم فيليبينيات ومن فوق هذا كنت كل يوم نقول لكم كل يوم كنت ننبهكم بصح تحاسبيني بربي ما نقولها لكم هذه باش باسكو حلانا الفم لو كان جيتي تسقسيني فازو هذا الفاني لا حلال ولا حرام تما نفهمك بصح كي تلعبوها نتوما لسانكم توجور طويل وتلعبوها زعما مارقين على الفرني اقسم بالله من في الانستغرام قلت لهم ما نزيد نحل لكم كاين فريمون لي بلي بروش ليا لي وريت لهم هايا وعندهم ميم سيت في الانترنت وتقدروا تشرو ويجيكم حتى لباب الدار لي فريزون بصح اقسم بالله على حلان الفم تاعكم ما نقول هايا يا اختي انا ضامنه الجنه ماتت لي طفلات زادت طفله ميته واسمها مريم قالوا لي بس بلي تسناك في باب من ابواب الجنه محسوب داخله الجنه اختي وانا مسلمه نزيدو 4 سنين ان شاء الله نديرو الحجاب ونروحي نتلاقى انا وياك لا ما رحتش للجنه انا فازا وين تقدري على الميساج تاعي رحمه بابك داير ها والله ما كيف روحي تلرقدي ام جهاد روحي ام جهاد ترقدي روحي طلبت حنونه ربي بصح كي طوري تدللي حنوني شكون هادو اللي طلبت مواقع التواصل الاجتماعي راكي تدللي فيهم انتيا
حنا ما رانا نديرو محتوى هكذا، جبنا المطلوع درنا الجوازات دوك عينو دو يطيبو كاع يديرو، انا نعلموك كاع يحوسو غوسات فهمتي، حنونتي من بون ما سيدوان. الله الله نعطوك الطاقه طيبه لراجلك تكوني لا تنسى. الفردوس نتاع وجه اختي، الفردوس يا اختي سنا شوف شحال هاد الوضع ربعه اختي الفردوس. حنونتي نزيد معكم جي مينوت نقول لكم باي باي البنات. هاي نديروا اللعبه باش نهيجوها اليوم، باش نديروا عسنا نسيي ندير معكم لعبه، نسيي ندير معكم المهتمات يا اختي. ما عجبنيش الحال، اني نضرب ربعه برك، اني ندور راح نكوبي خمس دقائق ونقول لكم باي باي. الوغ البنات ضربونا ببارطاج لهذا اللايف في لو طون تاع 5 دقائق باش نكوبي، راني 40 بارطاج. هيا نديرو فيها لايف مقلب في الانستغرام، هيا بارطاجيو لنا، هيا كل وحده مهتمه تبارطاجي 10. يلا نزيدو نلمو الناس برانيين شويه، يلا جيبوا لنا البرانيين، يلا جيبوا لنا الجداد. يانا ويانا يلا البنات نزيد معكم 5 دقائق ونقول لكم بقاو على خير. هيا بارطاجيو لي اللايف دوك نشوفكم. نبداو هيا تعجبوني نموت عليكم. هيا المهتمات لايف مقلب في الليل، يلا ديرونا بارطاج، نروحو الانستغرام نروح نسقم روحي شويه قصره براءه. هيا بارطاجيو لنا اللايف البنات باش نخليو لكم، باش ما نعاودوش نولو الفيسبوك خلاص. يلا رانا في المية، زيدوا البنات يلا زيدوا لالا تنسى، زيدوا ديروا لي بارطاج تعيشوا. دخلينا معاك تعيشي الشيطان، قعدوا في فم الباب برك. خلي في الانستغرام نقول لك الوبسيون شكون اللي قال، ولا الصمغ قالوا هاني حنونتي الامام، حنونتي في الجامع، روحي دخلي حنونتي قول لك وحده كيموت لها بيبي لما يسناهاش في باب في ابواب الجنه. انت قال لك ان الجنه تحت اقدام الامهات. حنونتي بنتي انا ماتت بيبي اختي، صافي كي ماتت بيبي لازم تتلاقى بالام تاعها، اختي تسناني في الجنه في الفردوس يا اختي. محتوى محتوى نهار كاع وانت محتوى مقعد هكذا مكرزيت لك لي ستومات تاعك، ها هو المحتوى اختي. مطلوع زوج انواع اختي، قالوا لي قلت لهم البنات ندير مطلوع في الفور ولا مطلوع في الطاجين، قالوا لي فازو ديريه في الطاجين. قلت لهم والله العظيم غير حد ما خير من حد، غير درت لهم واحد تاع الطاجين، درت تاع الطاجين وزيد درت لهم تاع الفور يا اختي. بيان سيغ محتوى عمري، ها واش نزيد، ودرت بون ماسيدوان ودرت جواز تاع جلبانه وراجلي تاع الشاب بيان كوم الفو وطلع يرقد. زيدوا ديروا لنا بارطاج البنات قبل ما نروحوا، يلا هكذا نكمل ساعه. يلا البنات رانا 200 بارطاج، زيدوا ربي يستركم ان شاء الله. يلا هيا وروا لي الشطارات تاعكم، مازال لك 4 دقائق يا اختي اجري ومن بعد نروحو نديرو الغنى. انا ننقي شوف ما نقصرش في الانستغرام، دوك ننقي الكوزينه وندير لكم الغنى، دوك نروحو الانستغرام نرجع الكوزينه تشعل معاكم في الانستغرام. يلا والصح كيموت انش ماشي دوك القصره خلاص كوبيناها هنايا القصره ومن بعد خلاص. صاحبي مات زمان نروح للجنه فازو، صاحبتي مات هاديك تديك الجهنم، هاديك تديك الجهنم يا جد امك غير اعتزل. صح كاين كاين آية في القرآن، إيه واش يعرفوا هادو، أنا نعرف القرآن خير منهم، هادو يعرفوا يجيبوها لك غير من الآخر، هادو يعرفوا غير يكحسوا عليك. شطارة والحداقة إن شاء الله، ربي يحفظك عمري. ما كوش تبارطاجيو على بالكم، هاني نشوف فيكم حبستو في 200، ما راكوش تبارطاجيو البنات. فازو انا ما تولي زوج سما اوفيسيال جنة يا عمري يا عمري، ربي يرحمهم ربي يرحمهم ان شاء الله يا ربي. انا ولا غير زادت لي ميتة مش وتمنو بربي ما شفتهاش ما نباعو شافها هكذا من الفخ، انا والله ما شفت سميتها برك مريم صح والله ما شفتها. بارطاجيو البنات تعيشوا، بارطاجيو اللايف باش نكوبيه.
الجنة نروح لها يا اختي، ولدت انا طفلة وماتت لي، ما تدخليش روحك الصلاة. الحمد لله يا ربي، مالا ديري لنا حصة خاطيني الفتاوي حنونتي الفتاوي، روحي للجامع. انا كي حبيت نعرف حاجة فتاوي عليا في الجامع، انا كل حاجة تعلمت على السلطان سليمان. سليمان كل حاجة كان يديرها لازم له فتوى، هكذا كان انا واسمهم قالوا لي فتوى هنايا تاع المحرم، وليت نعو يطلع معايا على جنب سكينة. قال لك حرام كي ديري لي لايف يشوفوك الرجال وكاع، مام كي تكوني بالحجاب حرام يشوفوك الرجال، لازم لك محرم. الوغ انا جبت معايا عو، صافي عو هادوكا وقاعد متر عليا. صافي انا يا اختي المحرم تاعي راه معايا في لي لايف، ومن جمع وحده دير لي لايف راه حرام. بصح كي سقسيت في الجامع قالوا لي محرم، لازم يكون معك محرم. هادي هي انا نعطيكم واش قالوا لي. الحمد لله يا ربي. اختي 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 الحمد لله يا ربي. لا 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 يلا زيدوا البنات لحقوا لي غير 500، رانا 316. كترو لي جام انا تاني كفازو، زاد عندي طفل وما شفتوش، ما تسميتو غيت يا عمري يا عمري، ربي يرحمه ان شاء الله. هاكي ضمنتي الفردوس حنونتي. الله يبارك، ميرسي. فازو، يو ار موديل اوف براف وومن، كيب جوين. ثانك يو ثانك يو غاز، ثانك يو فيري ماتش حنونتي، ميرسي. بهدلتونا كي انتك بهدلناك، روح انت محكلم صباح وانت تسب. بصح بهدلناك لو كان جيت اختك، والله غير نخليك تسمع. لو كان جيت اختك يا موح كالا، لو كان جيت اختك نقول باللي عندك علاقه معايا مبهدلك ولا ما مبهدلكش. انت اصلا ما كاش واحد يبهدلك، ما كاش ناس مبهدلينا كيما الناس اللي كيما انت يا محتكالا. الحاجه الاولى كي تروحوا لوروب ما تخلون حنا نسا ما نروحوش نتزوجوا مع الرجال، نديروا معهم كوارت ونطلقوا اوتوماتيكمون. المراه في لوروب كي تتزوج، نخليك باش تسمع، المراه كي تتزوج في لوروب مملو كانت تديه قاوري تلقاها تدخلو في الدين وتتزوج معاه وتعيش معاه لا بيل فيو. تقال المراه هذه اللي تحب تتزوج مع قاوري ودير الكوارت، ماشي كيما نتوما يولوا ولادكم دي زونجي كابي غير نطيحوا تتزوجوا مع القاوريه. شكون اللي بهدل؟ نتو اللي بهدلتو بينا لي جون، حنا ما بهدلناش بكم. وحده ما راناش من فاميلتك، هاك تهضر غير زعما تاع صحاب السوشيال ميديا، وحده ما راناش من بقيه عيلتك. بصح نتو نورمالمون تقولوا الرجال تاع الجزائر، الرجال تاع الجزائر ما خليتو نسا، نسا هنا كي تقول لهم تزيريين ولا ينخلعوا غير على جالكم، تتزوجوا بيهم، تورقوا بيهم، تلقوهم، تروح تجيب تزيريه تصرافيك الباطل كاع، تروحوا تضربوا، تروحوا لبلدان لوروب تضربوا الخياشه خيشي خيشي حتى تقولوا فيكس. عمرك ما تلقى المراه تخدم خيشي خيشي خيشي. انا يا خي محكاله التبهديله كاع هاديك يا خويا جايه من عندكم، ماشي خويا، خويا كيقلدوك ماشي خويا. التبهديل كاع نتوما اللي بهدلتونا، حنا نسا ما عندناش علاقه معاك، حنا ما رانا من بقيه اهلك، ما رانا رافدين اسم واحد، ما رانا ما راناش ما راناش ما راناش كاع، راه مش تلاقى مع الشامي مع الغربي. بصح نتوما وين نروحوا نلقاكم بواتيان، حنا ما ترحموناش، حنا كي نكونوا في الزنقه نكونوا في البحر ما ترحموناش. فتزاين نتغولوا هنا نتغولوا، نروحوا اسبانيا نتغولوا. انا اختي التبهديله كاع دايره انت، ضلي في لي لايف تاع النساء وتحوس علينا نحكم لي. انت عاديني ندب عليك روحتو كيفاش تتعادى. ها شوف راني بعدتك بالوطاج تتمنى نهضر معاك، يا ديكاج بلوك هيا مشي. هكذا هيا خلاص، تهلاو في روحكم، يتهلا فينا ربي. كانت معكم فازو بيان سيري دي لي دوفر جاري وقعد يعلق وفي عجبو الحال. كانت معكم فازو،
لي ديليز دو فازو يقع افاتو سترالو المية 17 مازال تبوزات. كانت معكم فازو لي ديليز دو فازو مباشرة من لندن عاصمة بريطانيا العظمى. باي باي. أسنى نسيت نقول لكم حاجة، واش قال هدايا كمال صناطراك أسنين نحو خالد هاي داقت له خام داقت له، ما بجاو لي جون ماشي لي جون انتم لي زون لي زون اروح صناطراك اروح شنو هي اخويا هي هي اخويا ما يشرفش تكون خويا بصح معليش اوكي راهم معليش انت كريم ايوا اوكي وخنا جو فريد وقعدة هيدا قتلهم هيا البنات روحوا الانستغرام ديروا فيها شياغنا ديروا فيها شياغنا تاع لالجيري بالك نعاودو نولوهم بعد بالك لا نفحت لي ماشكيش تما نفحت لي بزاف دوكا نروح ندني فغيمون الطابلة تاعي لهيكا خاصك نعاود نروحو تشوفو بهاد الخطرة الواسمو الفخوطو اي 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 واسمو اللي شريتو هاد الخطرة خير الموب اللي شريتو هاد الخطره تاع الوسمو شوفوا كيفاش راني دنيت الدنيا درت لي سباس دوك نضربوها لهنايا الله الله ندير لولو 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 الجيري الجيري لا 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 ماشي وقتك دوكا صبر يا خو حقوق النشر يا خو الله يوخذنا حقوق النشر ما صنع بك يدير فيا رايو دي جي مولاي واش نديرو دي جي مولاي واش نديرو الصبر 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 عفال دي جي مولاي تسمعو دي جي مولاي اختي الغنيه الواعره شي كبير يا عمري روحو نديرو شي كبير يا عمري روحو الانستا